الجهمية ينسبون إلى جهم ابن صفوان الذي أخذ عن الجعد وقتله خالد بن عبد الله بعد استفتاء علماء زمانه وهم السلف. أخذ الجهم هذا الاعتقاد من الجعد ابن درهم، فترك الجهم الصلاة 40 لما شككته الفلاسفة الهند، شككته فلاسفة الهند في ربه، فقالوا هذا ربك الذي تعبده هل يرى أو يشم أو يمس؟ فقال لا، فقالوا هو معدوم. فلما مضت 40 جاءه الشيطان فقال إنه هو الوجود المطلق ونفى الأسماء والصفات. وقد قيل إن الجعد أخذها عن الصابئ الفلاسفة وعن بعض اليهود. وقد قتل جهما سلم بن أحوز بعد أن انتشرت مقالته وتقلدها بعده المعتزلة المنكرون للصفات، واشتهرت مقالتهم في محنة الإمام أحمد في إمارة المأمون مقالة الجهمية، واستمرت محنته مع المعتصم فأراد إطلاقه الإمام أحمد، فأشير عليه أن يضربه لئلا تنكسر حرمة الخلافة، فلما ضرب شنعت بهم العامة فخافوا وأطلقوا. وممن فرد به الجهم هذا معتقد الجهمية أن الجنة والنار تفنيان، وأن الإيمان هو المعرفة فقط والكفر والجهل فقط، ويقولون من الأقوال الباطلة لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله، وما يفعله العباد ينسب إليهم على سبيل المجاز كما يقال تحركت الشجرة وإلا فليس لهم إرادة، وهذا كله ضلال مبين.